سوريا أحلى، عنوان لمهرجان ليس الأول وليس الأخير، فإرادة الحياة باقية في أرض الصمود والعطاء، أرضك سوريا. فبرعاية وزارة السياحة وبمناسبة يوم السياحة العالمي، أقامت مؤسسة عشتار للسياحة والثقافة مهرجان سوريا في المركز الثقافي بمحافظة طرطوس، وبحضور فعالية رسمية وأهلية ووفد من الدبلوماسية الشعبية الروسية. هدف الرسالة اليوم أنه من شعار اليوم مهرجان وسوريا راجع أحلى. الحقيقة وجود الوفد الروسي هو دعم كبير لنا، ليس فقط سياسيا وإنما ثقافيا وسياحيا. اليوم الوجود هذا الوفد الروسي بهذه المستوى الدبلوماسي الكبير يعبر عن سوريا بخير، وأنه ما في أي خطر بسوريا وما في أي شيء. نحن زرنا هذه المحافظة الرائعة لتعزيز العلاقات الأخوية بين بلدين. إن طرطوس هو محافظة مهم جدا. أولا أريد أن أشير أن وفدنا الروسي وزيارتنا إلى سوريا هي عبارة عن الدبلوماسية الشعبية، وندعم سوريا وشعبها وأيضا الجيش العربي السوري الباطل في مكافحة ضد الإرهاب الدولي. نحن أتينا إلى هنا من أجل أن نقف مرة أخرى على الحقيقة التي رأيناها بأم أعيننا، ليست للمرة الأولى، ولنقف بالتصدي للصحافي الأجنبية المغرضة التي تحاول تصوير الأوضاع في الجمهورية العربية السورية على عكس ما نراه وعلى عكس الحقيقة تماما، فهي تطمس الحقائق وتحاول انتظر أن في سوريا يسود الإرهاب فقط والحياة غير الطبيعية. بدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الوطن وعزف النشيدين الوطنيين للجمهورية العربية السورية وجمهورية روسيا الاتحادية. وتخلل المهرجان عروض فنية راقصة قدمتها فرقة جولانار للمسرح الراقص، جسدت التراث والفلكلور السوري. جولانار استراتيجيتها هي دافع عن تراث سوريا، عن سمعة سوريا دائما، هي لقبت بسفيرة الفلكلور السوري. فأين موجود فعالية فيها نوع من الانتماء والهوية للبلد راح تلاقينا موجودين. هالمهرجان هذا لنقل الصورة الحقيقية التي تعيشها سوريا من الواقع الاجتماعي الصحيح، بغض النظر عن الأمور التي كانت تحاك على سوريا والهجمة الشرسة التي كانت تعرض لها من كافة القنوات المغرضة. فاليوم كان عندنا الوفد الروسي اللي كان له بصمات حقيقية بنقل الصورة. يأتي المهرجان بالتزامن مع احتفالات الشعب السوري بذكرى نصر حرب تشرين التحريرية ومرور عام على بدء مشاركة القوات الروسية للجيش العربي السوري في محاربة الإرهاب على الأراضي السورية، وتأكيداً على متانة العلاقات بين الشعبين السوري والروسي.